مساء الخير عليكم مدام سعاد المعروفي، أنا جيت سعيدة باستقبالكم وكنرحب بكم معايا في هذا اللقاء اللي كيندرج في إطار اليوم العالمي للمرأة مع دار المغرب بمونريال وكندا كإطار نسائي في مونريال منذ إقامتي في هذا البلد. وأكيد كنتمنى في اللحظات المقبلة نتقاسم معكم جزء من المشوار ديالي العملي المهني، وكيفاش كان ممكن لي يعني نستقر بهذا البلد ونكون عضو يعني من لا كوميونيتي ونشارك في الحياة اليومية. وكنتمنى ان شاء الله نقدم معكم لحظات اللي تكون طيبة وخفيفة ومفيدة لكم. المشوار الدراسي والأكاديمي ديالي بدأ أكيد في البدايات ديالي في المغرب اللي كان في ميدان الإعلاميات والبرمجة، من بعد تجربة مع يعني اللي كانت جد جد يعني أعطتني واحد القوة، حتى هي يعني كانت مع ميدي تيليكوم يعني بفترة قليلة من بعد نهاية الدراسة ديالي. كان عندي واحد الحمد لله واحد الإطار كنت كنعمل فيه، اللي هو إطار اللي عطاني الفرصة أنني جيكزيرس مون ليدرشيب ونكون اون بيرسون ريسبونسابل في هاد المؤسسة. من بعد أكيد كان واحد الحلم اللي معمره ما غادرني منذ الصغر ديالي، وهو ميدان الصحة. ومن بعد المجيء ديالي إلى كندا بمجرد الوصول ديالي، كان أول المشوار أنني نحاول نشوف يعني كيفاش يمكن لي نحقق هذا الحلم ديالي، والحمد لله يعني تمكنت في واحد بالمعونة أكيد الناس المحيطين ليا وبالفضل يعني لا ديتيرميناسيون ديالي أنني نتوفق في هذه الدراسات. الآن يعني أنا حاصلة، أنا جو سوي كوم ثيرابوت أوليستيك، واللي هنا كان يعني في البلد في الكيبيك يعني كانت إلي جيري بي كوردوني باغ أن أوردر بروفيسيونيل. يعني كيف ما تقاسمت معكم من بعد هذا المشوار هذا اللي هو كيف ما ذكرت غني بالنسبة لي، أكيد ما غاديش نقدر نقول أنه كان مشوار يعني سون زامبوش. أكيد كانوا تحديات، وكانوا تحديات اللي كيطلبوا واحد المهارات شخصية، كيطلبوا واحد المهارات كذلك مهنية اللي باش نقدر نتجاوز. كاينين تغييرات كتير اللي وقعوا في الحياة ديالي، واللي يعني في كل فترة كل يعني الطريقة اللي يعني كمرأة عشت تحديات، يعني أدوار كان خصني نلعبها، الدور يعني هذا هو التحدي الكبير اللي عند المرأة، اللي من رأيي أنايا كيبقى تحدي دائما يعني أننا كنسعى نخلق واحد لارموني في لي رول اللي تلعبوهم احنا يعني النساء، يعني الدور ديال الزوجة، الدور ديال الأم، الدور ديال الحلم ديال المرأة، لا فام، يعني لا فام لاتر هومان، سا رياليزاسيون، son épanouissement personnel. Donc il y a un تحدي اللي كيطلب منا بعض المرات، يعني بعض المرات كنقدروا نكونوا في مواقف اللي كان خصنا ناخذوا قرارات ونكونوا في الواجهه، وهادو مسائل اللي انا عشتهم. وفضل الحاجه اللي يعني عاونتني بزاف اكيد تيبقى اول حاجه هو الدعم ديال الناس اللي تيبغيوني، الدعم ديال العائله ديالي، ديال المحيط، ديال جميع الاشخاص اللي يعني صادفوا الحياه ديالي واللي كان عندهم واحد الدور يعني ايجابي. وتيبقى كذلك ما خصنيش ننسى المساله، يعني الدور ديالي انا كذلك، يعني شخصيتي، لا ديتيرميناسيون، لا ريزيليونس، اون اوفرتور. دونك الا كانت شي حاجه اللي كانت يعني اكثر عاونتني بزاف اكيد كتبقى يعني حب ديالي ديال التطلع
والبوزيتيفيزم، يعني دائما عندي واحد النظرة إيجابية على الحياة. وبالنسبة لي يعني التحدي اللي تنعيشه بالنسبة لي دائما تبقى فرصة لأنني نكون أحسن. Je suis une professionnelle de la santé où أكيد من بعد هاد التجربة هادي تفتحات واحد ان لارج كورسوس في لا رولاسيون ديد، اللي هو يعني كيبقى دائما الحلم ديالي كيفاش نرافق الناس، كسوا لي باسيون كسوا لي بيرسون لي تن لي بيرسون ولا لي غروب دو بيرسون لي تن نكون معاهم من اجل تحسين الحالة ديالهم الصحية والصحية يعني من الناحية الجسدية والناحية النفسية. واللي حاليا أكيد أنني كان أعمل في هاد الميادين بطريقة يعني متنوعة، وهذا هو اللي كيخلي أنني كنحس بأن التجربة ديالي très enrichissante، يعني اللي كتصب في نفس الهدف واللي هو la relation d'aide، ولكن بواحد لي زوتي اللي هما très très enrichi. Donc je suis la responsable des ateliers d'autogestion de la santé mentale. تنخدم مع partenariat مع مؤسسات جمعوية ومؤسسات يعني صحية دائما في إطار الصحة النفسية. les ateliers هادو ce sont des ateliers على l'anxiété, la dépression et d'autres problèmes de santé mentale. وانا جد سعيدة يعني بهذا الباركور، وكيبقى يعني جزء قليل من واحد لارج كورسوس كيف ما ذكرت ديال الدراسات اللي خديت باش نقدر نكون في الواجهة بطرق عديدة وبديفيرونت ابروش جوستومون باش نكون مع الانسان. وكيف ما ذكرت في الاول كانت الحلم ديالي هو انني نكون يعني هادشي اللي تنعمل، ونكون دابا جاجي كوم كونسلتانت انتربرونور اي اوسي جو دون دي كونفرنس جو دون دي اتيلي اي جو سوي فريمون كان يعني جد فرحه بهذا المشوار هذا. اكيد بالنسبه لي انا كيبقى الانسان هو لو سنتر ديال جميع التوجهات ديالي، لهذا كانت سكون سوف الكونسلتين عرفات المجيء للحياة. وسكون سوف الكونسلتين الهدف ديالها هو أنها المي لومان او كور دو سا سانتي اي دو سون سوكسي. الوغ اكيد اليوم العالمي للمرأة اكيد بالنسبة لي تيبقى يعني مناسبة طيبة، لاننا باش اننا كان بالنسبة لي يعني ماشي فقط يوم هو المرأة يعني تكريمها يوميا كيف ما ذكرت يعني اترافير لو كوتيديان الى قدرنا، ولكن تيبقى اننا يتخصص يوم يعني خصيصي للنساء، يعني كيبقى يعني فرصة طيبة أننا نذكره بأن المرأة يعني عندها واحد الكائن اللي مهم في المجتمع، وكائن اللي هو حساس واللي عنده طبيعته اللي يجب أن تحترم ويجب أن تقدر من طرف الجميع. وبصفة عامة يعني أنا في الطريقة ديالي ولا في المبادئ ديالي أنا كما ذكرت يعني بالنسبة لي الإنسان دائما تبقى لي يعني كمرأة أو رجل بالنسبة لي الإنسان هو الأهم، يعني كيف ما المرأة ممكن نعطيوها يعني حقها في الوجود ونعطيوها تكريمها، لأن بيان سور كنهضر على لا سونتي مونتال دونك سي ان ايتا دو بيان اتر بور لا فام اوسي باش تكون ايبانوي باش تكون اون بون سونتي فيزيك اي مونتال. اي غادي نقول يعني نفس الشيء بالنسبه للرجل، يعني بالنسبه لي انا ما نكرهش يكون كذلك يوم عالمي لتكريم الرجل، لان الرجل حتى هو كيبقى اكيد كائنين اللي سبحان الله تخلقوا باش يخلقوا واحد التوازن باش يخلقوا واحد لارموني في لافي، وبجوج يعني تيكملوا بعضهم. وبالنسبه لي يعني الافراد تتكمل بعضها، كنامن بهذه الفكره هذه اننا لو بارتناريا لا كولابوراسيون ما كاينش، يعني كنامن بهذا لو فيفر انصامبل
ما كاينش واحد افضل من الاخر ولا لا، لا واحد اللي تيلعب دور اكثر من الاخر. بالنسبه لي انا يعني كل فرد يحترم. اي اكيد المراه كتبقى يعني ممكن كائن اللي شفنا يعني لي كونديسيون سوسيو ايكونوميك وي كيبان لي كاينين دي شونجمون كون بور ليكيل يعني كنتمناو انهم يتحسنوا ويكون عندها يعني اكثر تعزيز. والمرأة المغربية حقيقة يعني انا كنوجه لها اكبر تحية، وبالنسبة للمرأة المغربية اكثر اللي في الهجرة يعني انا يعني بحكم كوم اكتريس كومينوتير يعني اون انترفونسيون وبحكم تجربتي الخاصة اكيد تتبقى الادوار كتلعبها بطريقة يعني اللي تقدر تكون صعيبة عليها شوية، ومحتاجة للدعم ومحتاجة للتكريم ومحتاجة لان يكون عندها لو سوتيان. وبهذه المناسبة كنختم اللقاء ديالي باش نذكر بمسألة بالنسبة لي يعني مهمة. تنهضر دائما على لو بيانيتر، تنهضر دائما على l'épanouissement personnel et professionnel اللي تنوجه للنساء، النساء بخصوص والنساء المغربيات ونساء العالم. يعني حبوا ذاتكم وقدروا ذاتكم، ويعني في هذوك لي رول ادوار اللي عندنا كنلعبوا حاولوا يعني يكون واحد الانسجام، يعني ما يكونش دور ياخذ اكثر ويكون واحد المنحه تعطل الذات كذلك. علاش؟ لان اكيد كاين لي زونجو دي زونجو فريمون دو سونتي اون جينيرال اللي كيقدروا يخليونا نوصلوا لواحد المرحله اللي ما كنقدروش نواكبوا، ومازال محتاجين لي فام، محتاجين دي فام ليدر، محتاجين دي فام انسبيرونت، محتاجين دي مامون فريمون à honorer et à les soutenir là dans leur parcours, que ce soit familial, que ce soit professionnel ou personnel. Et je vous souhaite vraiment à toutes les femmes, à toutes les belles femmes, vous êtes magnifiques.